عدنا معاكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، مرة تانية بنتكلم النهاردة عن فيروس كورونا. يمكن فيروس كورونا شيء مجرد اسمه، رغم أن اسمه يبدو رقيق، لأن هناك برضك في شوكولاتة بهذا الاسم، لكن الاسم نفسه مش هو المشكلة. المشكلة في الفيروس نفسه. فيروس نفسه الحقيقة كلنا في حالة هلع، ومش بس في مصر، ده في العالم كله. لكن الطرق الاحترازية التي يجب أن تأخذها والاحترازية التي يجب أن تقودها المدارس مهمة جدا بالنسبة لينا، وكمان بالنسبة لأولادنا. عشان كده بنقول مهم قوي إن احنا نهتم بالسلامة وسلامة الأبناء على وجه التحديد. النهاردة بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا الدكتورة سعاد عيد، مدرس مساعد بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات. أهلا وسهلا بك يا فندم، منورانا. دكتورة سعاد، يمكن قلنا إن اسم كورونا يعني يمكن بيحبوا الأطفال عشان ده اسم شوكولاتة، لكن الكورونا في حد ذاتها فيروس ليه طبيعة خاصة. كيف نتعرف على هذا الفيروس وكيف نعرفه فندم؟ اولا هو الفيروس هو عباره عن سنجل ستراند ار ان اي فيروس، يعني ده احادي شريط من الحمض النووي بتاعه ار ان اي. الفيروس بيكون على الكبس بتاعه، على الانفلوم بره، سولار سبايكس زي بروزات. الفيروس هو فيه نتيجه ان هو ار ان اي، الار ان اي بيكون فيه نسبه هاي ميوتيشن عاليه، وبالتالي بيتعرض كتير جدا، بيكون في انواع مختلفه، زي في كان الميرس والسارس، والاونه الاخيره اللي احنا فيها دلوقتي هي النوفل كورونا. تمام. الكورونا هو فيروس يعني بياخده، بيختلف في حالات الوفيات اللي بيعملها او حالات الاصابه. هو بينتشر عن طريق جهاز تنفسي، عن طريق الاي دروبلتس، وبالتالي اما يكون لما بيكون بيعدي الانسان او بيعدي او بيكون هو موجود، يعني بيعد الانسان بيكون ينتقل من مان تو مان عن طريق الاير دروبلتس او عن طريق الكف، لما يكون عنده كحه او سعال او العطس، فبنطلع في البارتيكلز دي بينتشر في الهواء وبيقدر يعدي انسان تاني. تمام. مش محتاج ملامسه، ده عن طريق الرذاذ، عن طريق الهواء. الهواء نفسه، الهواء الطبيعي. يعني احنا في مكان مثلا مفتوح بعيد عن الناس ممكن يكون يعني في يعني الهواء حمل بعض هذه الفيروسات من مكان لمكان اخر، ده شيء وارد؟ ده شيء وارد طبعا. بالاخص الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، هي بتبقى محتاج البيئه الملائمه والجو الملائم ليها، بيكون بتنشر عن طريق الهواء. تمام. بيكون ايربورن ديزيز. تمام. كتير من اولادنا ما بيقعدوا في تجمعات مع بعضهم، وخصوصا في فتره الشتاء والعطس والانفلونزا اللي بتبان عليهم، ودرجه الحراره يمكن تكون بزياده، لكن دايما بنقول احنا لازم نحترز من هذا الفيروس ونكون على بعد منه. وسائل الخاصه بالوقايه منه، قبل ما نتكلم في اعراضه عاوزين نتكلم على هذه الوسائل. هو انا خليني اقول لحضرتك برضو ان الاول الكورونا او اي فيروس عموما لما بيجي يصيب الانسان او يصيب يعني او يعني يعمل امراض، بنصح ان الانسان اللي او يكون شاكك ان هو عنده فيروس يقعد في البيت، ما يخرجش بره، ما يتعاملش، يكون برضو قاعد في البيت، يكون يتعامل مع الناس، يكون في متر بينهم وبين بعض. وفي نفس الوقت يكون المكان بتاعه جيد التهويه، كل شويه يكون متهوي. برضو اول لما بيكون او برضو بنعرفها او يكون الانسان ممكن يعرفها، لما بيكون بتجيله ارتفاع درجه الحراره، دي اول عرض بيحصل اي مرض او اي فيروس بكتيريا بيكون بيخش جسم الانسان، بيعمل ارتفاع في درجه الحراره. بس ارتفاع درجه الحراره ليه انواع، لما بيكون الفيروس هو اللي موجود بيخلي درجه الحراره انترميتنت، تطلع مره واحده وتنزل مره واحده. سمعنا ان درجه الحراره دي بيكون سببها هو الحرب الشغاله ما بين الفيروس والمناعه، من الجهاز المناعي. وده معناه ان جهاز هو ده بيبقى جهاز المناعه زي الجيش، بيدافع جزء بيدافع عنك وجزء قاعد بيفهم العدو اللي داخل جسمك. طب ليه بنلجأ للمسكنات وخفض درجه الحراره في الحاله زي دي؟ دي حاجات سيمبتوماتيك، يعني انا دلوقتي سخنت، فانا مش عايزه اسخن عشان يعني مش عايزه اتعب، فباخد حاجه تاثر على المخ، ممكن تاثر على الاجهزه، فباخد حاجه مضاده للسخونيه. تمام. ظهري، لكن مش باخد حاجه للفيروس، لا انا باخد حاجه عرضيه للاعراض اللي جات لي. بالتالي لما بيكون عندي او بكون شاكه في فيروس، بروح اقول لك روح المعمل اعمل لي تحليل، شو احمل تحليل دلالات فيروس، بياخد منك عينه وبيعملها بي سي ار وبيشوف هل انت عندك الفيروس دوت ولا مش عندك. تمام. هي بتبقى لما بنشوف دلوقتي الصور اللي في المطارات، اللي هي بتبقى جهاز كده بيعديه على الناس، وبيبقى من بعيد الانسان ده ارتفاع درجه حرارته سخن، ده شوف المطارات كتير او محجزاه، ده بيعتمد على ان انا جسمي درجه حرارته عاليه، فبالتالي انا عندي سخونيه، ده يتركن على جنب، ده لكن ما بيحددش نوع الفيروس، هو بيقول ان ده عيان بيعمل له حجز، عيان بقى حجر بقى وابدا اتابعه.
تمام. اشوف لو بعمل اشوف طب تحاليل. هل احنا محتاجين الاجهزه دي في مدارسنا؟ يعني احنا داخلين يمكن دلوقتي في الزائره الصحيه موجوده، وانا داخل في طابور الصباح اجي اقول والله بيعدي معايا وبشوف اذا كان في كده، خليك انت هنا علشان يبقى الزائره هتعرفك وهتتكلم معاك وتخليك. طبعا على الاخص يعني لو كانت مثلا زي ما موجوده في الجهاز اللي احنا بنعدي عليه بوابه الامن في الاماكن العامه، بدل ما نحط يعني ممكن نحطه بقى في المدارس، ما نحطش الجهاز ده طبعا، نحط الجهاز اللي بيكشف عن درجه الحراره، الطفل اللي درجه حرارته عاليه هبدا ان انا اركنه على جنب واعمل له ده حجر في بعض المدارس ونروح البيت. برضك في الدول الاجنبيه برضك بيبقى في هذا الجانب الخاص بالكشف في حاله وجود نوع من يعني في انتشار اصابه من الامراض، انتشار. تمام. فبيبدا ياخدوا الطرق اللازمه ان انا ابدا اول حاجه، بس ان انا ايه ابدا ان انا امنع ده لا ما يخشش ما يحتكش مع الناس. اعراض الاصابه بتختلف في فيروس الكورونا عن باقي انواع الانفلونزا من الفيروسات؟ اعراض الاصابه خليني اقول لحضرتك ان هي بتبقى متفاوته حسب السن. اهم حاجه عندي السن، لما بيكون الانسان صغير اطفال وكبار السن هم دول ناس اقل مناعه جدا، فبالتالي الاعراض بتبقى عاليه جدا معاهم، لكن في ناس بتبقى مناعتها قويه ما بتبقاش ما بيعملش نفس الاعراض اللي بتحصل على الاطفال وعلى كبار ده السن. بيبقى حامل للمرض اكتر منه ولا بيبقى عرضه للاصابه الفعليه؟ هي بتبقى مناعه مش حكايه حامل المرض، هو بيبقى ده انا في سن يعني الناس اللي هو السن مبالغين. الوسط بيكون مناعتهم قويه، وبرضه مش كل الناس، معظم الناس بيكون مناعتهم قويه، فبالتالي ما بيديش اعراض للمرض ظهر، زي الاطفال وزي كبار السن. لكن الفيروس موجود لكن الفيروس ومتمتع اوريدي موجود وممكن يتنقل من خلاله. وممكن يكون هو حامل المرض ويتنقل من خلاله، هو مش واخد باله نتيجه ان هو مناعته قويه، بس تمام. هو هيتم ان هو هيخف منه بسرعه. لكن مفيش اي عرض ممكن يعني يدينا لمحه ان هو ده الفيروس؟ انا بقول ارتفاع درجه يعني بيكون ارتفاع درجه الحراره، سعال، عطس، بلاقي في التهاب في كحه شديده جدا، في الانف بالاخص ان الكورونا او النوفل كورونا بيصيب الجهاز التنفسي السفلي، فبالتالي بيعمل برونكايتس، بيعمل زي التهابات في الجهاز التنفسي، فببدا ان انا لا يعني معلش يعني نستبعده عن الناس، تمام. يلبس ماسك لما بيتعامل مع الناس، اهم حاجه الماسك عشان يبدا يحمي اللي حواليه. طبعا الماسك ليه وشين، انا بلبسه على الوش اللي هو يحمي اللي حواليا مني انا. بعد كده بقلب الماسك نفسه ولا لا الماسك ليه وش، وش وظهر؟ وش وظهر، تمام في وش ان انا بحمي نفسي من الناس تمام اللي حواليا، وفي نفس الوقت انا وفي وش تاني بحمي غيري، بحمي غيري، ما انا بقفل على نفسي عشان ما لا اتعرض للغيري ولا غيري يتعرض. وبغطي طبعا المناخير كده بيكون. العين نفسها ممكن تكون نقله للفيروس؟ طبعا ممكن تكون نقله للفيروس، في دلوقتي في نظارات بتتلبس او ممكن نظاره زجاجيه عاديه يعني ممكن نجيبها، ودي موجوده في اماكن دي مختلفه عاديه. مع الباعه، ممكن قوي احتياطيا واحترازيا ناخد هذه النظارات، وهي نظاره بس عاديه نظارة عادية زجاج بتتلبس شفاف. بتمنع بس ان الاحتكاك بتاع الهواء بيحتك بالعين، يكون فيروس ينتقل عن طريق العين. طب الاطباء اللي بيستخدموا بعض الادوات، هل استخدامها لي الحلاق مثلا، هل ده ممكن يصل الاصابه من خلال الدم مثلا، من خلال الدم ده فيروسات تانية خالص، زي مثلا اشهرهم على الاطلاق الايدز طبعا، وهباتيتس بي وهباتيتس سي طبعا، ده الاشهر الفيروسات اللي بتعمل مشاكل عاليه جدا وبتتنقل عن طريق الدم، لازم يحصل جرح فيتنقل عن طريق الدم. لكن الفيروسات اللي هي بتتنقل عن طريق الهواء هي بتبقى بتيجي على الميوكوس ممبرين، هي اهم حاجه عندها التارجت اللي هي بتخش عن طريقه، تمام. الشعيرات الخاصه اللي هي المبطنه للانف بتخش او ومن خلال الزور برضه. تمام. طيب يقال ان احنا لابد ان احنا نغسل تملي الانف والفم، لازم وقالوا ان الوضوء سمه من الوضوء. سوات ايوه يعني المقاومه، لا يمكن على الفيس. ايه ده صحيح ولا لا؟ هي اللي في الدين يعني كل واحد لما بيرجع للدين، نرجع للدين بتاعنا البسيط، الوضوء. الوضوء فعلا انت بيجدد بتغسل كل حاجه، يعني انت حتى لما بنيجي نطبق بايو سيفتي او امان حيوي، بنقول اول حاجه اغسل ايدك، طريقه الغسلها نفسها زي طريقه الوضوء، تمام. في الغسل الايد لحد هنا ونغسل اول برضه نفس دي بتبقى، فتحس ان هي قريبه جدا صحيح. عادات السلام والتقبيل ما بين الاصدقاء بينهم من بعضهم، ازاي نقدر نحد من هذه العادات؟ يعني هو كفايه السلام بالايد، يعني احيانا كتير برضه بتبقى يعني، وبعدين غسل الايد باستمرار بيحميني من اي امراض، انا برضه ببقى عارفه اللي قدامي ده تعبان مش تعبان، فلو مش تعبان هو ممكن يجي من نفسه بدل ما يحرج اللي قدامه، معلش انا مش هسلم على حد، مش هتكلم عشان خاطر انا تعبان.
او بدل الحرج يقعد في البيت لحد ما تمام. بما ان حضرتك في مصر يكون واللقاح، اسمحي لي يمكن الوقت بيجري، هل مصر بدأت تشارك العالم في وجود مصل لهذا الفيروس، ولا احنا منتظرين لا قدر الله لا قدر الله ان احنا نشارك او ندعى للمشاركة في هذا الأمر؟ هو يعني العلماء بتوعنا واحنا كمان بنسعى ان احنا نعمل نكون من او يعني نكون ان احنا نعمل لقاح، بس عشان انا اعمل لقاح من للمرض ده لازم يكون الفيروس موجود، وعشان ان انا اشتغل عليه لازم يكون عندي حاجات مجهزه، تجهيز بايو سيفتي لاب 3 و4 بيكون نظام عالي جدا من الامان الحيوي، فعشان اقدر ان انا اشتغل عليه وكمان احمي الناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا ممكن يكونوا هم حاملين للامراض، لكن نامل طبعا ان احنا نكون من اول الدول اللي تشارك تمام. في اللقاح ان شاء فيتامين الله. سي وغيرها من الاشياء ممكن تكون لها مانع برضك في الاصابه بهذا المرض. دي حاجات ايمينو بروفلاكسس بتديني مناعه ان جنرال، مش خاصه للمرض نفسه. في مناعه، عندي نوعين من المناعه، عندي مناعه ان جنرال وعندي مناعه باخدها اللي هي بتبقى يوميه. اكتف اللي هي يعني ناحيه المرض. المناعه العاديه اللي هي لازم افطر الصبح، فيتامين سي بكميات مياه موجود كمان اكتر، تمام، مشرب ميه كتير. لكن المناعه اللي هي بتبقى مختصه لحاجه معينه زي اخد لقاح الانفلونزا الفيروس نفسه. او لقاح الفيروس نفسه، وبيكون لقاح معظم اللقاحات تكون لقاح ميت، فده اللي باخده عشان خاطر ان هو يحميني من المرض المعين ده. نطمن للناس ونقول لهم ان شاء الله ما فيش فيروس تقريبا ان شاء الله بنسبه قد ايه في المية في مصر؟ ويعني ما نطمن الناس، واحنا كمان مناعتنا كويسه يعني، وان شاء الله نامل ان شاء الله، ما يا اقدرش رب ان ان انا شاء اقول الله بس ان شاء الله. حضرتك ان شاء وشك الله خير ان خير شاء الله على مصر كلها، ان شاء ان الله شاء الله باذن ما الله يكونش في اي حاجه. ان شاء الله. وبشكرك دكتوره سعاد عيد على هذا اللقاء، واتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا لحضرتك، شكرا متشكره لك جدا، يا فندم. شكرا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وما تخافوش ان شاء الله خير، مصر بامان وحفظ ان شاء الله، علينا بس من الاحتياطات وتوفير الامان لاولادنا في المدارس، ولو حد عنده حد عيان يا ريت ما يروحش، يعني مجرد انه ما يروحش حتى علشان كلنا نطمئن على نفسنا. بشكركم واتمنى لمصر مزيد من الصحة والعافية يا رب. شكرا لكم.